البقاء لله، شاب ضحى بحياته من أجل إنقاذ سيدة في مصر. ننشر التفاصيل. وصدمة، الكشف عن سبب انفجار الجيزة، وبيان عاجل من الجيش المصري بشأن خطة عسكرية للجيش الميداني الثاني. ننشر التفاصيل. وعاجل، تحرك ضد فنان مصري مشهور تسبب في أزمة داخل ملهى ليلي. وعاجل، الحكومة المصرية تتحدث عن كارثة في شلاتين. وفي مفاجأة كبرى، قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا منذ قليل. ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لأكتر من 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين زي ما متعودين يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وصدمة، الكشف عن سبب انفجار الجيزة. كشفت مصادر بشركة تاون جاز المصرية سبب حادث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات بمنطقة براء الدكرور في الجيزة. وأوضحت المصادر أن المعاينة الأولية أثبتت أن الانفجار جاء نتيجة عبث صاحب العقار في مهمات الغاز دون الرجوع للشركة، وذلك باستخدام مهمات غير مطابقة للمواصفات بمعرفة العميل وإحداث تعديلات في مهمات الغاز. أضافت المصادر أن الشركة قامت بتأمين الحالة فور تلقي البلاغ من النجدة في وقت قياسي. كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أسماء المصابين في حادث انفجار ماسورات غاز، مما تسبب عن حدوث انهيار جزئي بعقار في بولاء الدكرور، حيث تبين أن الحادث تسبب في إصابة فرج خليل والسيد حسين من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال سكان عقار بولاء الدكرور الذي تعرض لانهيار جزئي صباح يوم الثلاثاء. وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار لإعداد تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى معاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها، تمهيدا لتشكيل لجنة من المختصين لإجراء معاينة. مصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الحمد لله ما فيش أي وفيات بسبب الانفجار الذي حدث في بولاء الدكرور، الحمد لله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من الجيش المصري بشأن خطة عسكرية للجيش الثاني الميداني. أخفت أقوات المسلحة المصرية إحدى الخطط العسكرية خلال بيان أصدره المتحدث باسم الجيش المصري حول تدريبات عسكرية تقوم بها وحدات الجيش الثاني الميداني. وقام المتحدث باسم الجيش المصري بنشر مجموعة من الصور تضم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال تفقده المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي المستويين بشير 22 الذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني. وخلال عرض الصور ظهرت في الجانب الأيمن من إحدى الصور إحدى الخطط العسكرية للجيش المصري التي تم إخفاؤها. قال الجيش المصري إن المرحلة الرئيسية للتدريبات بدأت بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات. وناقش رئيس أركان حرب الجيش المصري القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدى استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية. بعد ذلك تمت إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية. ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. والبقاء لله، شاب ضحى بحياته من أجل إنقاذ سيدة في مصر. وتعرض مواطن مصري لحادث مأساوي تسبب في وفاته عندما حاول إنقاذ سيدة من السرقة في
النهار، فبادر بملاحقة المجرمين الذين سرقوا هاتفها الجوال مستغلا استقلال موتوسيكل فلقى حتفه. حسب مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، تعرض المدعو محمد نون والبالغ من العمر 30 سنة لحادث اصطدام من قبل المتهمين الثلاثة الذين تسببوا في مصرعه نتيجة محاولة مساعدة السيدة وإعادة الهاتف لها. وقال المصدر إن الحادث وقع تحديدا بمنطقة مزدآن شارع عرابي التابع لنجع الخطبة ليقع على الأرض ويتوفى نتيجة الحادث. أكد أنه تم تحديد المتهمين عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي وقع به الحادث. قال المصدر إن أعمال البحث عن المتهمين لضبطهم ما زالت جارية إلى الآن. أشار إلى أنه سيتم عرضهم للنيابة لتتولى التحقيقات في الواقعة بمجرد إحضارهم. مصدر معانا كامل الوطن، البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له إن شاء الله ويصبر أهله وحبايبه بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الحكومة المصرية تتحدث عن كارثة في شلاتين. قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم إن السيول التي شهدتها أسوان وعدد من المحافظات شيء طبيعي معتاد عليه كل شتاء. وضح أنه تم منع وقوع كارثة كبيرة، وتابع تم إنشاء أكثر من 1500 منشأة للحماية من السيول ومخاطرها. هذه المنشآت أسهمت في الحماية من السيول التي جرى التنبؤ بها قبل حدوثها بنحو 72 ساعة. أضاف غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أنه تم تخفيض مناسيب المياه في الترع والمصارف في الوجه البحري تحسبا لتجمع مياه الأمطار فيها. أكد غانم أن سد أبو الريش الركامي أدى دوره بفعالية وجنبنا كارثة محققة من السيول ذات قدرة تدميرية العالية. أشار إلى أن هناك 2 من السدود التي أنشأتها الوزارة أسهم في حجز نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه في أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر في شلاتين، لافتا إلى أن هناك أمطارا خفيفة متوسطة على الساحل الشمالي الغربي، وكذلك ستسقط أمطار متوسطة على الوجه البحري قد تصل إلى سيناء. وتابع على المواطنين عدم الانخداع في جفاف بعض مخرات السيول وبناء منازلهم في تلك المناطق لأنه قد تأتي السيول بعد سنوات انقطاع وتدمر كل شيء. مصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. تحرك ضد فنان مصري مشهور تسبب في أزمة داخل ملهى ليلي. أرسل المحامي المصري أيمن محفوظ انذارا رسميا لنقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، طلبه بشطب عضوية الفنان المشهور باسم سمرة بعد واقعة كباريه العمدة. بدأ المحامي انذاره بأنه بعد سلسلة التصرفات غير الملائمة من الفنان باسم سمرة وآخرها ظهوره بأحد الملاهي الليلية في حالة سكر وقام ببعض المشاكل مع أصحاب ورواد المكان، وهذا ما يمثل جرائم يعاقب عليها حيث يستحق عقوبة تصل إلى الشطب طبقا لنص المادة 36 من قانون المهن التمثيلية. أكد المحامي في إنذاره بأن تلك العقوبات تكون حسب كل الوقائع المسندة للفنان بعد ظهور نتائج التحقيقات. بالطبع لابد أن يكون قرار النقيب هدف الأول إعلان رفض نقابة الممثلين تلك التصرفات المخجلة من باسم سمرة. كان المطرب الشعبي عمدة قد شن هجوما على الفنان باسم سمرة كشف من خلال فيديو لايف سر الأزمة بينهما. قال عمدة عبر البث المباشر أن أحد العاملين لدى المكان يبلغني أن الفنان باسم سمرة متواجد في المكان ومعه مخرج يسمى إبرام ومخرجة، وبالفعل رحبت بالموضوع كثيرا وقلت ينوروا على راسي. عندما دخل المكان كان في منتهى عدم الوعي وفي حالة سكر شديدة. مصدر معانا كم من صحيفة الجمهورية والوفد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وفي مفاجأة، قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة. وقال ربيع أن القناة سجلت عبور 80 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها
5.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.9 مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.5 مليون طن. أوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تشهد زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وجاهزيتها لاستقبال كافة أنواع السفن، وذلك سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة. أكد استمرار جهود الهيئة نحو التقدم لاستكمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يضمن رفع كفاءة وتصنيف القناة ويحافظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي. تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة OOCL United Kingdom التي ترفع علم هونغ كونغ بحمولة كلية 220 ألف طن في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبرالية MSC أميليا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 235 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا. جدير بالإشارة أن حركة الملاحة بالقناة سجلت يوم الاثنين عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث عبرت 24 سفينة حاويات و23 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 17 سفينة من ناقلات البترول الضخمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال و16 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى. مصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا ننتقل مع بعض لآخر خبر معانا، وهو خبر فني ويخص الفنانة نيلي كريم وزوج الفنانة نيلي كريم ينفعل على معجبيها بمهرجان قرطاج ويثير الجدل. انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل للفنانة المصرية نيلي كريم خلال مهرجان قرطاج السينمائي في تونس الذي تم تكريمها فيه، يظهر انفعال زوجها هشام عاشور على معجبيها. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة قناة قرطاج بلس لحظة انفعال لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور زوج نيلي كريم على عدد من معجبي زوجته نيلي أثناء محاولتهم التقاط الصور معها، حيث قال بصوت عالي: مفيش صور، مش هناخد صور مع حد، إيه المهزلة دي؟ وبعدها أخذ بإيد نيلي كريم مغادرين المكان الذي كان يقفان فيه. وأثار هذا التصرف ردود فعل عديدة، إذ اعتبر البعض أن بسبب الغيرة على زوجته، فيما انتقد العديد من المتابعين هذا التصرف واعتبروه معيب، مشيرين إلى أن الفنانة نيلي كريم طيبة القلب ولم تكن لتتصرف على هذا النحو بنفسها. نشير إلى أن الفنانة نيلي كريم كانت قد تواجدت مؤخرا بمهرجان قرطاج السينمائي وتم تكريمها من قبل المهرجان وحضرت بجانب زوجها. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضركم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.